الوقفه اليوم جات بناء على سلسله ديال الوقفات السابقه اللي درنا قدام ولايه جهه الضربيه السطات واللي ما شلنا منها والو. اليوم جينا لهذه الوقفه لان كان عندنا واحد الاجتماع نهار السته جمعه السته فبراير مع الكاتب العام وكاتب معنا رئيسه المصلحه والسيد الكاتب العام حل معنا واحد الثمانيه ديال الملفات وقال لها نهار اثنين غيجيو عندك الاخوان باش تكملي معهم الاجراءات ديال الملفات اللي تحلوا. للاسف الشديد جينا نهار اثنين لقينا عندنا راه ما كاين حتى شي حاجه الباب صداف وجينا قلنا لا راه جي مخزني قلنا لي راه يقول انا قال لك لا راه هي قالت لك التعليمات ان راه ما تستقبلكمش قلنا لا راه كاتب عام هو اللي قال قالت لك ما الملفات ديالكم راه طلعتهم كاتب عام ما تستقبلكمش. كيفاش الكاتب عام كيقول لها استقبلي الناس وهي ما تستقبل الناس وماشي اول مره دائما هذيك السيده سد البيبان ودائما دايره لنا العرقله. هذيك السيده ما كتحتارمش هاد الاشخاص في وضعيتها بصفه بهذا المعنى ما كتحتارمهمش وما كتعطيهمش فرصه انهم يتكلموا على الحق ديالهم. حنا عندنا عقود لا عرفيه ولا نموذجيه وكتعرفوا ان العقد شريعه المتعاقدين، العقد عنده بدايه ونهايه، دائما الوعود كاذبه وبالاخص من طرف رئيسه مصلحه هذا القطاع. سريع الملفات نتاعنا فتح الابواب باش يديروا معنا الاجتماع لحل هذه المشاكل لان كانوا كيكونوا اجتماعات دائمه باش تحل هذه المشاكل ما غاديش نجيو حنا اليوم نحتزوا في هذا البرد وفي هذا الشتاء. بالفعل استاذ لان الاداره ما استجبت للطلبات ديالنا وما ماشي طلبات انما ما حقوق لان كنا درنا اجتماع شحال هذا شي شهرين دابا مع السيد الكاتب العام واللي كان اخذ بالاعتبار ملفات تابع لهذه التنسيقيه هذه اللي صدره فيهم احكام قضائيه واللي مشات التريتمون ديال هذوك لي دوسي ولكن السيده رئيسه المصلحه ديال الطاكسي في ولايه ديال الدار البيضاء هي اللي كنلقاو منها واحد التعنت كبير واحد الابواب موصده يعني هما غادي بالمقاربه امنيه نزل الامن حنا راه علينا بالاحترام كيديروا خدمتهم ولكن حنا راه كنطالبوا بالحقوق ديالنا ولكن حنا مشكلنا الاساسي مع العنصر اللي كاين على راس ديال الجهاز ديال الطاكسي راه كدير لنا مشاكل داير لنا عرقله وكيدخلونا في واحد المشاكل اللي لا يحمد عقباها. كيتم الاستقبال وكندخلوا عند الكاتب العام، الكاتب العام كيعطيها تعليمات، هي ما كتنفذش هذوك التعليمات. الشيء اللي كيخلينا حنا نزيدوا معاوده النضال هنايا، كنوليو كنحتكوا مع رجال الامن، هو هادشي راه ماشي معقول، باش تخلي ضربويا انا ما تقضيش انا غرضي في اداره، ونولي انا في شكاك مع رجل الامن، نولي في حق مدني تنولي في جنحه. هادشي راه ماشي معقول، ولكن انا هنا راه ماشي في جنحه، انا هنا مرتفق المرفق العام هذا راه اجهاض الحقوق. واش انت حتى انا ارتفاق ديالك الاداره ما تدخلش نديرو حنا سيدي مجموعه عندنا ولكن رانا التمثيليه ديالنا كنقول لهم غير واحد من اللجنه يدخل مع عند السيد الكاتب العام ولا عند شي من الرؤساء ديال المصالح ما كيخلوش يدخل وراه ما يمكنش هذه المقاربه هذه راه ما لا تفيد في شيء. وحنا هذاك الاستقبال راه خصنا نفوتوه دابا خصنا الحلول لان هذوك لي دوسي راهم سون تريتي صافي راه سالينا يعني راه خاص دابا دوك لي ديسيزيون راه سو سون سيني راه ديجا هو سينا هما السيد الكاتب العام راه بحضور اللجنه ديالنا كيقول لها دوزي هذا دوزي هذا دوزي هذا هي ملي كتهبط لتحت البيرو ديالك كدير اللي بغات كتبلوكي ما عرفناش علاش. ودابا نعطيك مثال صادر حكم صادر حكم صادر حكم بالفسخ ديال العقد بناء على التماطل يعني احتل المسوغ القانوني راه هو هذاك كاين احكام وحكم استعجالي بالتمكين من المأذونيه لان صاحب الطاكسي ما كيبغيش يعطي المأذونية من بعد ما بحال كيبغي يتعنت منه حتى هو وانتقام منه بهذا المعنى هذا. فمني كيكون ذاك الحكم استعجالي وكيكون صادر فيه حكم كنجيبو لهنا يعني بواحد المحضر ديال الامتناع اللي فيه اعتراف ديال مور طاكسي ان الدنيا راه ضيعه. اش بقى حنا يعني الحاله ديال عفوا العلاقه مع مور طاكسي صافي سالات بقات غير المأذونية باش نستصدروها ما بغاوش يعطوها لك. حنا ما عندنا مشكل لا مع امن لا مع وزاره مع هذيك السيده بالضبط لانها شاده ما كديرش خدمتها من الاخر وكنتحمل مسؤوليتي على ما اقول. الله يجزيكم بخير ولا حال الله يرحم الوالدين. ما نهدكش انا ما كنهدكش ما كنهدكش ما كنهدكش غنخرج معاك حنا الطريق اللي ما غاديش تعجبك. واش انا قلت لك ما نهدكش؟ يلاه هدك هدك انا باغي حقي وليت كنهدد. ماشي شكون اللي كنهدد وما كنهدوش انا باغي حقي. انت اصلا عنصر امن انا مالي ومالك معاه دابا حقنا راه ما غنمشيش اليوم انت تذبح اليوم انت تذبح صافي 10000 ماتت في تركيا واحد الا مات في المغرب ما قدام ما جا
شي الموت انا ودوز الناس ماشي مشكل.